الرئيس يرفع الجلسة وكيأخرها على الحالة وتتمت مقتضيات المادة 423 على اعتبار أن المعتقلين حراك الريف امتنعوا على الصعود إلى القفص الزجاجي اللي كيعتبروه مخل بشروط وضمانات المحاكمة العادلة. صحفي حميد المهداوي كان متواجدا وكنا نود أن نتقدم لصالحه بطلب الصراح المؤقت، إلا أننا فوجئنا بهذا السلوك غير المقبول نهائيا والماس بكل شروط وضمانات المحاكمة العادلة، سلوك السيد الرئيس الذي يرفع الجلسة والسيد النقيب يتقدم بطلب للتدخل في إطار مناقشة القانون وما له من صفة كنقيب وما له من صفة كمدافع وما له من صفة كمحامي، ولكن للأسف هذه الجلسة سجلنا فيها هذه الملاحظة السيئة على القضاء وسنتخذ المتعين في إطار القانون، لا بد وأن تكون هناك ردود أفعال قانونية.